نقوش محصنة تعانقها طبيعة أودية المدينة، تلك المدينة التي شهدت نهضة علمية منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. هذه المدونات الصخرية ليست إلا بعض أدلة كثيرة عن مستوى الطمأنينة والاستقرار والحضارة قبل أكثر من 1300 عام في المدينة المنورة. وهنا نقش لرجل من أهل العلم ولد رحمه الله في المدينة وورد هذا الغدير وكتب لنا فيه هذا الكتاب الذي يقول فيه: اللهم اغفر لعبد العزيز ابن عبد الله ابن المنكدر. وهو عبد العزيز ابن عبد الله ابن المنكدر ابن محمد ابن المنكدر التيمي القرشي المدني القوصي الساكن بها، ينسب إلى المدينة ثم إلى قوص، وهي قرية على ساحل البحر الأحمر ما بين مكة ومصر. توفي في سنة 242، وهذا خطه عندما ورد هذا الغدير غدير الرواوة رحمه الله وغفر له. من نقشها على هذه الصخور أراد لها أن تبقى ماثلة أبد الدهر، كتبها بخط متقن على واجهات يراها كل من مر بهذا الوادي. يقول باحثون إن الغرض من بعضها التوثيق، أما بعضها الآخر فربما أراد أصحابها أن تكون لهم ولأهلهم صدقة جارية.